حمل تطبيق ديزر واستمتع بأكثر من 50 مليون أغنية أونلاين. مو بس كده، تقدر تستمتع بأغانيك المفضلة وقت سفرك بدون ما تستخدم الإنترنت، لأن ديزر صار يخلوك تحمل الأغاني مو بس ستريمينج. معكم فارس قدس، واليوم هنستعرض لكم توب 5 شطحات صهيب قدس في توب 5. دحين تبغوني أقدم؟ يلا امسكوا صهيب حقكم. بس مع تطور التقنيات السريع وقصات الشعر، تشوف منتجات كثير يتم الاستغناء عنها. يعني مو بس كذا، تلاقيها تنقرض زي الآلات الكاتبة وتليفونات السيارة، ومتوقع انه في اشياء مماثلة راح تنقرض خلال السنوات الجاية. معاكم صهيب قدس، واليوم حنستعرض لكم توب 5 اشياء بتنقرض قريبا. في المرتبة الخامسة، العملات الملموسة. الواحد لما كان يسافر زمان السبعينات الثمانينات وحتى التسعينات، كي لازم يشيل معاه كاش. حتى مع ظهور البطاقات الائتمانية برضو لازم الكاش يا خوي، لأنه يعني مشكلة ممكن تصير لك هناك، وكان هذا الشيء يعرضك بكل سهولة للسرقة وللزرفة. وكذا تلاقي نفسك تدسدس الفلوس هنا، وكذا تشيل شنطة تحطك جوا وتقفل على بطنك عشان لا أحد يشوف. ودوبك بديت تتأقلم وتثق في بطاقات الائتمان، إلا يا حبيبي سريع سريع صار الموضوع أونلاين. Pay using your phone with ANZ. Really? اغلب البنوك اعتمدت الاونلاين في كل التعاملات. تروح تحاسب بجوالك بساعتك وما تحتاج لا بطايق ولا حتى كاش. اغلب الخبراء التقنيين قاعدين يقولوا انه راح تختفي العملات الورقيه. الناس تكيفت مع الاونلاين سريع سريع. كذا لازم خلاص طق اشتري يا حبيبي بالاونلاين، طق خذ لك ابل باي، طق خذ لك بالمدى، كله سريع سريع كله بالجوال. معظم التكهنات والتوقعات انه مع تطور الخدمات البنكيه هذه شويه شويه حتسحب على أم المحفظة. أوف حماس يا واد، مستقبل الأفلام والمسلسلات في سرقات البنوك حتصير للهاكرز. يعني الجزء الجديد من لكاسا، لكاسا دي هاكرز. في المرتبة الرابعة، الخط الأرضي. عباس راح الحلاق. خالص مع تطور التقنية في التواصل، تبدأ تختفي الوسائل اللي قبلها، الفاكس والبيجر والتيليكس كده كلهم راحوا في الزبالة. أنا فاقد البيجر حقي، شيكي عليه في الغرفة عندك فوق. الآن الخط الأرضي أو الثابت معرض لهذا الخطر. يمكن في ناس أساساً ما تعرف إيش هو الخط الثابت. هذا الشيء هو التليفون. لما تيجي تروح بيت أبوك ولا بيت جدك بتلاقي فيه شيء كذا لوسا معك، ألو مرحبا، هذا التليفون خط الثابت. مع الجوال بدأ هذا الشيء ينقرض. تخيل في أمريكا الناس اللي كانت تستخدم فقط الجوال في عام 2003 ما يعدوا 3%، بينما عام 2016 نسبة الناس اللي ناوية تستغني عن الخط الثابت تتجاوز 65%. يا حبيبي في منهم 15% ما يعرف وش هو اصلا الخط الثابت. اصلا دحين لو تروح كذا اي شركه اتصال تقول له بالله ابغى خط ثابت، تلاقيه يقول لك طب تبغى مفوتر واحد ولا مفوتر اثنين؟ لا انا ابغى الثابت، ابغى ما ابغى. اوكي طب خلاص خذ لك ابو شريحه اجل. لا انا ما ابغى ابو شاحنة، انا ابغى هذا ابو السلك يا شيخ. عرفته ما انت يعني من سنه تسكت ولا ايش؟ ايش تبابه يعني ده؟ انتهى الزمن الجميل اللي كنت تدق على رقم عشوائي وتحط كذا على الراديو يا سلام قاعد يحط لك ما ابي اسمع رجاوي. ايه على الزمن الجميل، الحين كله يصير بسناب شات. في المرتبة الثالثة، المطبوعات الورقية. خالد وين الملف؟ وين الملف؟ ما اخذت اي ملف انا. لو ترجع بالزمن قبل 30 سنة وتقول المطبوعات الورقية سيتم الاستغناء عنها، بيشوفوك مجنون ومتخلف. لا، وقاعد تحارب العلم عن طريق انك انت قاعد تقول الورق مو كويس وبتحرم الكتب، كذا بيشوفوك. حاليا مع توفر كل شيء رقمي صار الاستغناء عن الاشياء الورقية اسهل منه ما في. الصحف والجرائد هاي صارت موجودة الكترونيا. تبغى تتثقف وتقرا كتب هاي تقدر تنزلها على جوالك او على جهازك اللوحي، او انك انت تفل حتى ممكن تسمعها سمعي. تبغى خريطة فوق جوجل مابس، وكمان تستمتع بهذاك الرجال يقولك بعد 500 متر التف نحو اليسار. حتى اللوح الاعلانية حتصير ديجيتال، كل شيء حيصير ديجيتال. لا بالعكس، كمان لو تبغى تطبع اوراق كذا بيجيك تأنيب ضمير. روح اي صراف كذا يحسسك بالذنب، كذا تبغى تحافظ على البيئة ولا تبغى تخربها، بكيفك انت حر. اما البي دي اف وسهولة ارساله حتى بالواتساب يمديك ترسله كذا، قضى على الورق قضايا، اداله الضربة القاضية. في المرتبة الثانية، وحدات التخزين. This is a fascinating little gadget. It's
going to replace CD soon, so I'll have to buy the white album again. البلوراي والسي دي والميموريات الاس دي كارد واليو اس بي والهاردسكات معظم الخبراء يتوقعوا انقراضها، بالذات مع استمرار تطوير جوجل وابل وشركات ثانية استخدام الكلاود عشان تخزن ملفاتك. اصلا لاحظ كل اللابتوبات صارت تلغي السي دي روم وتخليه كذا شيء خارجي، واساسا حتى ذا خارجي ما عاد تشتريه. ف 2008 اول ما لغت ابل السي دي روم الناس صارت تزبل. هاي انت ايش بك انت مجنون شيل السي دي؟ انا كيف قاعد اتفرج على افلام ها؟ بعدها بكم سنه في 2012 ولا جهاز فيه سي دي روم اصلا. ايش؟ لا لا ما احتاجه انا، ايش ابغى بامه ده يا اخي انت مجنون؟ اما الالعاب زي بلاي ستيشن واكس بوكس وسويتش اغلب الناس صارت تحمل، وبعد مرور كم سنه راح تلغي ده الموضوع الا اذا انت تبي تحتفظ بنسخه تذكاريه. والافلام تقدر تستخدم خاصيه الاون ديماند سيرفيسز وغيرها اللي هي الاشياء اللي كذا انا بمزاجي بنزل ذا الفيلم زي نتفليكس امازون برايم وهولو واشياء مره كثير غيرها. حتى الاغاني لا سي دي ولا كاسيت ولا هذه حقت المشغلات الام بي 3 ولا كلها ما تفرق معك خلاص، كله صار اللي هي اونلاين ستريمينج. يا راجل كبرى الشركات زي جوجل بداوا يشيلوا من اجهزتهم مداخل الاس دي كارد اللي في الجوالات حقتهم. الموضوع مساله وقت تلاقي حبيبي كل هذه الوحدات مصيرها مصير الفلوبي ديسك. في المرتبه الاولى موظفي خدمه العملاء. قبل التقنيات كنت على رحمه الموظف، شويه تترجى يسوي لك الشيء اللي انت تبغاه. والله لا شك انا روحي سقها مالك دخل يا ابو جاسم، او انك انت تروح لخدمات حكوميه او خاصه وتتلطع لك ساعات عشان تخلص امورك. الساعات القادمه عندنا تحديث في النظام طال عمرك تنحل المشكلة خلال الساعات القادمة. تخيل حالياً هذه الوظيفة صايرة مهددة بالانقراض بسبب إيش؟ وجود تطبيقات أنت قاعد في البيت وخلصت. معظم المعاملات الحكومية تقدر تعملها عن طريق أبشر أو غيره. كل البنوك صار عندهم خدمات الأونلاين. أغلب شركات الطيران تقدر تحجز عن طريق الأونلاين. شركات التوصيل، حجوزات المطاعم، كل شيء أونلاين. يا عمي بدأ يصير حتى إنك لما تتصل عليهم بالتليفون صار كله أوتوماتيكي. اضغط 5، اضغط 6 للحصول على كل شيء كذا ما يحتاج تتكلم معي أحد. لا وفي أشياء اللي يخليك تجاوب بنعم أو لا كذا اللي قل نعم هنا أو لا نعم تلاقيه ياخذك على القرار اللي بعده. ومع التقنيات اللي قاعدة تصير حاليا في الزمن ده ممكن تستغني عن الطاقات البشرية في الصناعة والحدادة، وهذا الشيء قاعد يصير كذا تلاقي فجأة روبوت كذا يعبي بدل الرجال. يا عمي حتى مطاعم الفاست فود ممكن تلاقيه يسوي لك البرجر كذا خلاص هذا الرجال يروح بيته نايم ويجي روبوت محله. شوف شوف يا عمي شوف تجارب الرعب، شوف 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 هذا الشيء اللي قاعد يصير. والله مقبلين على فيلم اي روبوت يا شباب، يعني ممكن تشوفوا حلقة توب 5 من تقديم الروبوت اكس 1. عاد لا نفتح موضوع السيارات لانه خلاص بتصير انت تتكي في السيارة كده وتروح اذهب الى بيت خالتي روح. اتفقوا معنا في هذه القائمة؟ اكتبوا لنا في التعليقات ايش المنتجات اللي تتوقعوا انها راح تنقرض قريبا، وسبسكرايب ولايك وشير وصلكم جديد التوب 5. وعلى فكرة شايفين هذه الزاوية الجديدة؟ هذه الزاوية برعاية جوال اونر 20 برو. طول الحلقة وهي كانت تتصور بالجوال، ما انت مصدق؟ تعال 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 شوف 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 ها شوف هاي والله جوال رهيب. 4 كاميرات كل كاميرا 48 ميجا بكسل. لا ومكان البصمة جاي في مكان رهيب كذا على زر تشغيل كذا تشيك اب يشتغل يا سلام. وسعته كمان 256 جيجا، لا وبمعالج كمان 8 جيجا. جوال حريقة بس ب 1999 ريال. وفي خصم خاص لتوب 5 تكتب توب 5. ما في خصم للأسف، هذا الجوال وهذا سعره.